ورقك سليم وأدي ورق سليم. هات الورق. لا الورقة سليمة يا فندم، هتيجي فوق راسي لو الورقة سليمة. تفويض؟ لا لسه جاي. جاي في السكة. التفويض مظبوط. هو وجاي لكم بقاله أسبوع، المهم مفيش كام. لا 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 مفيش تفويضات، جت كمان أسبوع. هو في فوق راسي، أوريني التفويض. على الموبايل أطبعه إزاي؟ شوف الكشف ده. اتفضل. أنت راجل بنكية صح؟ طبعًا. هل لما ده في قصد؟ طبعا في قصد. لما يبقى تعال نشوف. احنا تخش انت جاي فوق راسي، انا طلعت لك من الجامعه. انا نادي الزمالك، انت فوق راسي، وانت احمد مرتضى فنادي الزمالك فوق راسي من فوق راسي. بس ف يعني انا مش عارف ايه الوضع دلوقتي، بس طبعا احتراما للجمعيه العموميه وان هم يكملوا شغلهم، نادي الزمالك كان جاي يناقش ويميز دوره بشكل ديمقراطي في ان هو يبدي رايه، زي ما انا شفت النادي الاهلي ونادي السيراميك ونادي بنك الاهلي، كل الانديه المحترمه دي. ويمكن احنا ما عندناش خلافات مع اي انديه، يمكن مندوب النادي الاهلي دلوقتي كان موجود سستار وسلمت عليه وقلت له مبروك لتالت مره على البطوله. لكن ما اعرفش ايه بالظبط. بتمنى التوفيق بقى للكره المصريه.